لم تبقي النيران من هذا المجمع التجاري وسط بعقوبة شيئا يذكر. المتضررون من الحريق قالوا إن إجراءات الدفاع المدني كانت بطيئة وغير فعالة في إخماد الحريق. الصندة الارتفاع مالتها ما يوصل للطابق الأخير، يوصل تقريبا يجوز أول طابق طابقين يوصل، كان بس يرش مي. زين هو المفروض هو لازم يعالجه من أول مرة، لأن هذا النار بعيدة، يعني هي مو نار جوا تحت سيطرته حتى ما ينطي، لازم الأول ما وصل يعطي معلومة بأن هاي ما يقدر يسيطر عليها، لأن هو عنده آلية صغيرة ما يقدر يتحكم بها، ما يقدر يوصل. من جانبها ردت مديرية الدفاع المدني متهمة السكان وأصحاب المحال التجارية بإهمال تنفيذ إجراءات السلامة، وكشفت المديرية عن تسجيل قرابة 500 حادث حريق في ديالى خلال النصف الأول من العام الحالي، قائلة إن أغلبها حدث بسبب التجاوز على خطوط الكهرباء ومخالفات أصحاب المجمعات التجارية والمعامل لإجراءات السلامة. 110 مشروع ضمن محافظة ديالى تم غلقها لمخالفتها شروط السلامة. تطبيق معايير السلامة هي بحقيقتها هي ثقافة شعب، وليست تقع على مسؤوليتها على عاتق مؤسسة واحدة في الدولة. عدد من السكان انتقد ما قال إنه تهاون الحكومة المحلية مع المتجاوزين على خطوط الطاقة الكهربائية وعلى الشوارع المؤدية إلى الأسواق التجارية، حيث يتسبب ذلك بإعاقة وصول سيارات الإطفاء. بصراحة أن هذه يعني المؤسسات وهذه المحال الفردية والحكومية الحقيقة جاي ترتكب مخالفات كثيرة، خاصة في موضوع البناء، بناء بالمواد السريعة الاشتعال التي تؤدي إلى الحرائق، وهذا يعني أن يعني هناك مسؤولية كبيرة على الدولة والحكومة أن تراقب وأن تحاسب في آن واحد هذه الظواهر التي تكلف الدولة والحكومة مبالغ طائلة بالإضافة إلى المخاطر الإنسانية بالأرواح. وكانت رئاسة الوزراء قد أوعزت بفتح تحقيقات في تكرار حوادث الحرائق التي طالت المجمعات التجارية والمؤسسات الحكومية مؤخراً، وإيجاد الحلول الناجعة لمنع تكرارها. وشهد العراق خلال الأعوام الأخيرة حوادث عدة طالت مستشفيات ومجمعات تجارية ومؤسسات حكومية، خلفت الآلاف من الضحايا والخسائر المادية، فيما يستمر تبادل الاتهامات بالتقصير بين السكان المتضررين من الحرائق وقوات الدفاع المدني. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.